مباراة شاكر التكافل الاجتماعي فرع البياع. اليوم في زيارتنا التفقدية والميدانية زرنا أحد العوائل في منطقة تجاوز، منطقة عشوائية. السلام عليكم حجية. السلام عليكم ورحمة الله. علي لصوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو اللي تحتاجينه؟ شنو اللي تردينه؟ وجهي للناس الخيرة والناس الطيبة حتى يسمعون صوتك وإن شاء الله يمدون يد العون والمساعدة لك. تفضلي. والله أنا مقدما أقول يعني شوي على صوتك. مقدما أقول طلعت من بيتي يعني بطرق الهدوم اللي لابسه. زين. حتى جبة عدلة ما لابسه. الحمد لله. والحمد لله وشكر على كل حال. أنت من فصلة انفصلتي؟ ها؟ من فصلة؟ إي من فصلة. زين كم؟ طلقة. وأمي عندها سكن يعني هو بالتجاوز فقاعدة وياها وعندي أطفال ثلاثة صغار. فيعني كل شيء ما عندي نهائيا يعني اي شيء ما عندي. شو اللي تحتاجينه؟ والله يعني هو اهم شيء الطباخ والقنينه مثلا ثلاجه تلفزيون يعني شنو صابه شنو الشيء اللي هو يكون البيت وشيء بسيط زين. يعني واحد طبيعي يعيش به هو هذا كله محتاجه. انت مريضه؟ اي الحمد لله وشكر مريضه والنعمه من الله. زين تاخذين علاج تاخذين هذه؟ والله بسبب امكانيتي وحالتي الضعيفه لا اراجع دكتور ولا اخذ علاج. زين يعني هسه انت تحتاجين رعايه الدكتور ان شاء الله. زين تقريبا الدكتور ايش قد يحتاج انت تعرفين؟ والله ما اعرف. زين ثلاجه ما عندك؟ البيت اللي ساكنه هسه بيت الوالدتك عشوائي تجاوز. من اللي قاعد وياكم؟ بس انت وياهم؟ ما عندكم بس انت والحج. ان شاء الله اليوم من خلال مباراه شاكر فرع البياع نوصل صوتك للناس الخيرة والناس الطيبة اللي يمدون يد العون والمساعدة لك بشراء ثلاجة غسالة لأن يعني عندهم ثلاجة عطلانة تقريبا ويحتاجون طباخ تلفزيون ما عندهم غسالة ما عندك غسالة هم ما عندها يعني إن شاء الله صوتك يوصل للناس الخيرة والناس الطيبة إن شاء الله إن شاء الله ناس الخيرة. حطيني الكارت. الله هذا الله كارت إن شاء الله. من السيد عبد الصاحب الحاج عبد الصاحب الشاكري رئيس المنظمة. هذا إن شاء الله تجين للفرع تستلمين هاي البطاقة بقيمة 50,000 تستلمين بها المواد اللي تحتاجينها إن شاء الله. وشكرا لك والحلقة حسنة الله يحفظك.